اكتشفت لكم بقى يا جماعه مكان جديد في اسكندريه متخصص في المكرونه، وعندهم بطاطس ببصل الكشري رهيبه، فتعالوا اكلمكم اكتر عنه. المكان اسمه جارليك، موجود في سموحه بعد دوران مركز اسكندريه للعيون. مكان لذيذ والمود بتاعه رايق كده لو حابب تاكل هناك. ومن احلى الحاجات ان المطبخ مفتوح وفي بار لو حابب تقعد تتفرج على الاكل، وممكن تدخل كمان تجرب بنفسك زي ما انا عملت كده وتتصور. فهو بيعيشك تجربه، مش فكره انك رايح تاكل وخلاص. وانا اصلا من الناس اللي لما بتشوف الاكل بيتعمل كده بجوع اكتر، فالموضوع كان لذيذ جدا. المنيو بتاعهم قايم على حاجتين، المكرونه والبطاطس. وهناك بيعملوا البطاطس انها طبق رئيسي تقدر تاكله زي المكرونه بالظبط وتشبع، فانت بتختار يا مكرونه يا بطاطس وتشوف بقى هتاكلها بايه. جربت من عندهم جارليك هيرب تشيكن، ودي من احلى الحاجات اللي دقتها لان الوايت صوص بتاعها كان رهيب، والفراخ بعد ما بيحطوها كده بيسيحوا عليها زبده بالزعتر بتودي الطبق في حته تانية. جربت كمان التشيكن تندر، بتبقى فراخ كريسبي عليها صوص كده ما تفهموش، بس هتحبها لو ليك في ميكس الحلو والحادق. عندهم طبق لومباردي لعشاق اللحمه، تبقى مستويه على الهادي قوي فبتبقى دايبه في بقك، والصوص بتاعها معمول من الخضار اللي مستوي معاها مع دوره حلوه بقى. الطبق ده هيبسطك قوي. غير البطاطس ببصل الكشري والزيتون والجبنه، ميكس كده شعبي شيك، وطبق البطاطس زي ما انتم شايفين وجبه لوحده. غير ان الجمبري عندهم مميز جدا في تتبيلته، وبيحطوا عليه صوص جارليك بتاعهم هتنبسط بيه. طبعا بعد ما تخلص ما تنساش تحلي بالميني بان كيكس اللي بيعملوها دبل كده، هتحس قد ايه هي طريه، دبها بقى في النوتيلا في اللوتس، هتقفل معاك اليوم. انبسطت بتجربتي هناك، المكان فعلا مميز وعجبني، حتى كوبايه الميه بتنزل لك كده بروز ماري وليمون. هما بيحاولوا يقدموا لك تجربه مختلفه، روحوا بس قولوا لهم حاتم هيعملوا لكم خصم ويظبطوكوا. وطبعا ما تنساش تتابعني عشان تشوف أماكن أكتر.